ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بجاه النبي جاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقام النبوة. مقام النبوة لو كان ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن المرء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع، الذي ينفع هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ أي نعم. إذن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. نعم.